المبيعات واحده من الوظائف اللي يا حرام موصومه طول الوقت، وطول الوقت حاسين ان هو بيكذب علينا حتى لو كان بيقول كل الحقيقه، صح؟ فلما النهارده نيجي نقول اشهر 10 كذبات بيكذبها موظف المبيعات او اللي بيشتغل في المبيعات، احنا غالبا عارفين 9 منهم على الاقل. الكذبه الاولى لو قال لك الاستلام فوري. عارفين بقى لما يبقى بيشتغل في العقارات ويقول لك الاستلام فوري، جرب تروح كده اصلا الارض لسه صحراء جرداء، لكن هو بيقنعك ان الاستلام فوري، اقل واجب الفوري دي 5 سنين. واحده تانية مشهوره جدا جدا لما يقول لك انا واخد منه لبيتي، دي جمله لذيذه كده بتتقال عشان يعمل روح الفه يعني، ويقول لك ان انا مش عايزز عليك حاجه ومديك اغلى ما عندي، ودي حاجه حلوه انا جايبها كمان لنفسي. البنات احنا بيضحك علينا لما يتقال ايه، منتجاتنا كلها مواد طبيعيه، فانا طبعا انبسط واحس ان انا كده اشتريت اجمد حاجه في الدنيا. مفيش منتج بيتعمل مواد طبيعيه 100% ويتباع في السوق. المنتج الطبيعي ده حضرتك تعمله عندك في المطبخ، لكن هو غالبا بيقولها لك كده عشان يبيع. في قاعده شهيره وغالبا في عالم بيع الاحذيه يعني، لو الشوز ده هيقول لك لو لبسته هيوسع معاك، والهدوم لو غسلته هيكش، اي حاجه بس تخليك تاخد قرار دلوقتي حالا انك تاخده. هيقول لك هنتابع مع حضرتك يا فندم. احيانا لما تحط في موقف كده ونبقى قلقانين، يعني انا حاسس ان هو هيبيع لي حاجه ويجري وانا مش عارفه اتصرف فيها، فلازم يقول لك هتابع مع حضرتك. طبعا المتابعه دي احنا عارفين احنا بنستنى على الويتنج قد ايه، وهو غالبا بيغير رقمه او بيسيب الشركه، فيعني دي جمله لطيفه برده عشان تهندلنا. كدبه استاذنا لما يقول لك تحب اساعدك في حاجه. عارفين لما بندخل محل وحد يلزق فينا كده؟ عارفين البنت اللي بتشك في كل تصرفاتنا في المحلات دي؟ معرفش هي ليه بتبقى قلقانه وحاسه ان احنا هنعمل حاجه شريره جدا، بس تحب اساعدك في حاجه، جمله نفسنا نقول لكل اللي بيشتغلوا بيبيعوا في اي محل احنا ما بنحبهاش، وفي الغالب هي بتبقى السبب الرئيسي ان احنا نخرج على طول. حصل؟ تحصل معاكم؟ طب يا رب يسمعونا. في جمله برضو مشهوره لما حد يكون هيبيع لك خدمه وحاجه محتاجه شرح، يعني هي مش منتج، هي غالبا حاجه طويله هتاخد وقت، فيقول لك ممكن اخد من وقتك قد ايه؟ دقيقة 5 دقايق. ممكن اخد من وقتك 5 دقايق، دي عمرها ما بتحصل، لانها غالبا بتتحول لساعات من النقاشات، وفي الغالب الناس بتخاف من الجمله دي اكتر من الحوار نفسه. وقعدت خد فكره واشتري بكره، طبعا دي محاوله يا عيني يائسه اخيره، لان هو حس ان انت اصلا مش هتشتري. طب بص، طب يمكن تغير رايك. في الشركات بقى الأكبر شوية أو اللي بتشتغل في منتجات يعني خدمية أكتر، هتلاقي إنه موظف المبيعات اتغير اسمه ويقول لك أنا مش سيلز يا فندم، أنا بشتغل بزنس ديفلوبمنت، أو لو أنت في بنك أنا فاينانشال أدفايزر. الشركات بتعمل الألقاب الشيك الحلوة دي عشان تغير من فكرة إن أنا ببيع لك حاجة، أنا عندي تايتل تاني وفي الآخر أنا هبيع لك حاجة. كدبة العشرة وإحنا عارفينها ومصدقينها وموافقين عليها لما يقولك حضرتك أهم عميل عندي. أنت كده غالباً بتتهندل، حاجة لطيفة كده، بس طبعاً خليك عارف وقوله قلتها لكم واحد قبلي، مش كده؟ خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. لو كل الشغلانات اللي في الدنيا فيها تحديات، فشغلانة المبيعات هي عبارة عن تحديات بتاخد عليها مرتب، حياتهم كلها مشاكل. بس خلونا نبتدي واحدة واحدة. التحدي الأول هو الإقناع، دي غالبا أصعب ما في مهنة المبيعات، لأنها غالبا بتعتمد على قدراته هو شخصيا، قدراته في أنه يقنعك ومهاراته في التواصل، وبتعتمد عليك أنت نفسك واستعدادك وانت جاهز تسمع ولا لا. التحدي التاني هو المظهر. من أهم الحاجات اللي مفروض تكون موجودة في موظف المبيعات هي مظهره، وصاري في الكلمة يعني، وريحته، صح؟ تقدر تشتري من حد أنت مش قابل شكله وريحته وهو بيتكلم معاك حاجة؟ آه صح؟ أنتوا افتكرتوا حد ولا؟ مش عارفة في انفعال في بعض الإجابات كده. لكن حقيقي هو طول الوقت لازم يبقى مظهره مهندم ومرتب ومشرف، واجهة يعني. تالت تحدي تفاصيل المنتج.
اي حد بيعتبر انه المبيعات شغلانه وخلاص وانك تقدر تبيع الهوا هو غالبا ظالم نفسه وظالم الشغلان. هو عشان يعرف يبيع لازم المنتج نفسه يبقى كويس. فتحدي ان واحد يكلف حد بانه يبيع منتج رديء ده بقى مسموش شطاره ولا فهلوه ابدا، دي اسمها عمليه نصب. واي حد من اللي بيشتغلوا في مجال المبيعات الكويسين الشاطرين عمره ما بيقبل يعمل ده. معلش بس كنت عايز اضيف حاجه بمناسبه انك ممكن تبيع الهوا، في صفحات بتطلع ممكن ان انا اعلي التقييم بتاعي ان انا هجيب ناس او عندي اكونتات فيك هتعلي المنتج بتاعي تمام بقى. وعامل التعليق مثبت وكل حاجه اللي هيجي يشوف ده تمام، بس هو يعني هو فعلا بيبيع الهوا وبيجدد مش هبيعه مره واحده وخلاص، لا ممكن ابيعه كتير، انا اعمل صفحه جديده تانية واروح جاي معلي فيها برضو زي كده وفي الاخر. شكرا على المعلومه دي، بس انت بتقول لنا حاجه مهمه جدا انه هو ممكن نتخدع في ان احنا حتى نشوف تعليق ايجابي على حاجه رديئه او وحش. مش بس كده، ممكن برضو ان هو يعني اللي بيجي يشتري حاجه بيبص يلاقي مثلا السعر بالنسبه للمواصفات دي ب 50 جنيه وهي مثلا في المحلات عامله 200 250، دي مش اوريجينال، دي اول حاجه بتبقى ستوك اكيد، تبقى حاجات تبع مصانع وصفحات طبعا بتجيب الحاجات دي. انا مثلا خلاص اشتريت وخلاص وجالي المندوب، ممكن بقى يجي المندوب هو لما بيتفق معايا مثلا بيقول لي لا تعال بص على حاجتك وعينها وتمام، بس هو مش واثق منها عشان هو عارف ان هي ستوك ممكن ما تبقاش شغاله اصلا. فبيجي لي مثلا المندوب او لازم اتاكد من الحاجه، هو ملوش علاقه بيه، انا عايز مثلا الحاجه دي اقول له لا مثلا ممنوع الفتح، فطبعا اللي بيجي يشتري انا عايزه ما يقعش في الحته دي. حلو قوي، انت كده بتقول لنا اعرف حقك يعني. بالظبط ممنوع الفتح دي تاكد يعني بنسبه كبيره جدا ان هي فيها مشكله طبعا تمام، ممنوع الفتح. وحتى التقييمات لازم تخلي بالك انها مش ممكن تكون مش بس ممكن انا اعلي التقييم بس انا ممكن لو انا عايز اعرف اشوف تاريخ الصفحه دي ايه، لو انا مش هشتري من صفحه موثوق منها اشوف تاريخها، هل هي بقى لها مده ولا هي طالعه مثلا بقى لها شهرين ثلاثه هتقفل. شكرا شكرا جدا، يعني كل حاجه فيها ابواب خلفيه ممكن تخلينا نتخدع ويضحك علينا. نرجع لتحديات الراجل اللي بيشتغل في المبيعات، انه المشاعر السلبيه للراجل اللي بيشتغل الشغلانه دي هو طبيعي بيحبط كتير وبيترفض كتير، بيعرض حاجه وبيتقال له لا كتير، فهو عنده طول الوقت التحدي بتاع الرفض وكلمه لا واحساس التارجت والضغط. صعبه، شغلانه صعبه. الاستعداد للنقد والثقه في المنتج دي واحدة من التحديات اللي لازم موظف المبيعات يبقى متأكد إنها عنده، يعني ببساطة كده يبقى خلقك واسع شوية، تستحمل تسمع رد فعل سلبي أحياناً عن منتج، تستحمل تسمع شكوى بتسموها إيه؟ نهندل العميل، مش كده؟ نهندل العميل، ودي جزء من تحديات الشغلان. في تحدي مهم جداً للمبيعات، وكل ما زادت قيمة المنتج اللي أنت بتبيعه وبالذات الناس اللي بتبيع خدمات يبقى التحدي ده بتاعهم، الدراسة. المبيعات بالذات هي الشغلانة الوحيدة اللي ممكن تلاقي انه في موضوعات كتير، ما انا ممكن ابيع النهاردة منتج في الهندسة صح؟ او منتج للدعوة بالديكور وبعد شوية ابيع حاجة منتجات تجميل وهكذا. لازم الشخص بيشتغل في المبيعات يبقى عارف وقاري ومذاكر عن طبيعة المنتج اللي هو بيبيعه. التحدي المشهور جدا التارجت. معظم الشركات لما بتعين موظف مبيعات بتقول له عندك مرتب ثابت لكن تارجت. اعظم تحدي بقى لموظف المبيعات انه يجيب التارجت، والشاطرين بيعدوه. مريض اتفضل. واغلب الوقت الناس بتبقى فاقده الثقه اصلا فيهم، يعني انا كذا مره اروح كذا مكان معروف والاقي منتج هو اصلا الناس كلها مش بتشكر فيه، وهو يقعد يقنعني ان هو حلو ولا وخديه وكده، فعشان كده طول الوقت الناس بتصدهم لان هم لما بيجوا حتى يحققوا التارجت بتاعهم مش بيحققوه صح، بتبقى المكان اللي بيشتغلوا فيه بيجبرهم ساعات على منتجات معينه لازم تبيعوها، ويبقى يعني ابقى سامع عنها كذا ريفيو مش حلو، فالناس علشان كده بتبقى فاقده الثقه في اللي بيبيع. انت بترجعينا لنقطه مهمه جدا، وهي ان انا لازم عشان ابيع حاجه انا نفسي اكون مقتنع بيها او تكون فيها جزء من المصداقيه، مش كده؟ بالظبط، يعني مش عشان المكان قال لي لا انت لازم تجيب التارجت بتاعك فاي منتج والسلام فانا هقنع العميل ان هو لازم يشتريه، لا طب ما انت كده بتخلي العميل او اللي قدامك يفقد الثقه في اي حد وفيك انت شخصيا. بشكرك.
دي حاجة حقيقية، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، مش كده؟ مش عشان أجيب التارجت يعني ممكن أخدع الناس. التحدي الثامن هو الأذواق، لأنه لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. تحدي حقيقي، لأنه هو محتاج قبل ما يبتدي يتكلم عن حاجة موجودة عنده هو محتاج يفهم الشخص اللي قدامه ده مين، بحاجة بسيطة كده، وعايز إيه، ويا ترى غالباً بيحب إيه. مش ممكن يعني إن أنا هبيع لست قد والدتي هير برودكت بيعمل الشعر كيرلي، مش كده؟ في حاجات كده بالمنطق. التحدي التاسع لغة الجسد. احنا اتفقنا ان الاقناع مهم جدا في المبيعات. لغة الجسد واحدة من المهارات اللي موظف المبيعات لازم يتعلمها، لانه بقصد او بدون قصد ممكن ينقل اللي قصاده رسائل سلبية، وممكن كمان تفوته رسائل كتير من الشخص اللي قدامه. وهو عموما اللغة دي مهمة جدا في التواصل بين الناس. التحدي العاشر، انه يكسب العميل. البيعة مرة واحدة ممكن تحصل، وزي ما ناس كتير شاركتنا النهاردة كلنا أو معظمنا اتخدعنا مرة في بيعة طلعت مش تمام، لكن أكيد عندنا خبرات كويسة مع شخص اشترينا منه حاجة ورجعنا له تاني، وهو لأنه شخص شاطر وأمين، ده بناء على الكلام اللي انتي قلتيه، قدر يكسب ثقتنا. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغلك.